صباح الخير، ولو إننا مش عارفين من وين بده يجي الخير صراحة. يا جماعة الخير، يا أمة محمد، هذا العمود هي إلنا رابع يوم بدون كهرباء، إلنا رابع يوم بدون كهرباء. صباطنا على الكهرباء، السخان على الكهرباء، عيشتنا كلها على الكهرباء، حتى المية على المتور. يعني ما عم يوصلني مية، أنا ساكنة في الطابق الثالث. بعدين أولادنا تجمدوا من البرد، عاملين مونة وأغراض في الثلاجة وفي الفريزر تكفين علشان التلج، نصها خرب ونصها حاطين عند الجيران، منشحن عند الجيران، بدنا نجيب غرض منروح عند الجيران. بعدين مع هالبهدلة، بعدين مع هالشعتلة، عنا أطفال يخرب بيتكم. استنينا أول يوم وحكينا بالأدب والذوق، وتاني يوم، أما اليوم رابع يوم وإحنا قاعدين بدون كهرباء. رجعنا زي الإنسان البدائي عايشين، وكل ما بتحكي مع مسؤول ولا كل ما بتحكي مع شركة كهرباء ولا كل ما بتحكي مع رقابة، قصتكم محلولة إن شاء الله. إمتى محلولة؟ المفروض نستنى أسبوع وعشر أيام وأسبوعين على بهاي البهدلة؟ في واحد فيكم من أي مسؤول من المسؤولين بيرضى أنه يقعد هو وولاده بهاي الشرشحة وبهذا الوضع، قاعدين بالبرد وقاعدين بالبهدلة؟ شو هالمسخرة هاي؟ وهاي في عمود هناك مش عارفة هو عمود نت ولا عمود إيش، بدي أبلغ عنه في نفس الفيديو كمان قبل ما تعملوا لنا كارثة. في عمود هلأ بده يسقط، تيجي تلحقوا قبل ما تعملوا لنا كارثة جديدة. مش طبيعي، لا مش طبيعي، ما بتستحوا. وكل موظفين الكهرباء قاعدين بيكذبوا علينا، كل شوي واحد بيطلع لي ولا برد علي: يا أختي محلولة، يا أختي محلولة. ما احنا عارفين محلولة وعارفين انك لو قاصد تحلها بتيجي بتحلها بثلاث ساعات ولا ساعتين، بتيجي بتنصب هالعمود وبتشتغل فيها وبتحلها وبترجع لنا آدميتنا. اما زي هيك انتوا بتتخوتوا علينا، كل شوي بتقوم بقول لك حدا يلا هلا بنيجي وما حدا بيجي. ولكم ما احنا من طول من الشبابيك شايفين كذبكم. هذا العمود ما بعرف اذا تابع للكهرباء ولا تابع للنت، اطلعوا العمود قديش مايل. هذا العمود بده يسقط، هلا بيعمل لنا كارثه، او بسقط على ولاد، او بسقط على حدا، او بسقط على سياره. طلعوا الاسلاك مستواها لوين واصل يا جماعه، طلعوا الاسلاك مستواها لوين واصل. ولكم تلج تافه زي هيك قلبت عمان، لو يصير عندنا كارثة طبيعية ولا زلزال ولا إعصار زي اللي صار في عمان، ولا شو بصير؟ كل الشعب بموت؟ لو بصير عندنا حرب شو بصير فيكم؟ كل الشعب بموت؟ شو هاد؟ شو البنية التحتية؟ شو الجاهزية؟ وين التعديل؟ وين التطوير؟ وين التجديد؟ ليش مستهينين بهذا الشعب؟ الشعب يعني حمول وبصبر وبسكت وراضي بأي إشي.